في إصرار وتحد قرر محمد نوفل سفر بدرجته من مصر إلى روسيا لمؤازرة المنتخب المصري في مباريات كأس العالم لكرة القدم والتي من المقرر أن تقام خلال شهر يونيو المقبل. نتابع. مئة يوم، تلك هي الفترة التي سيستغرقها محمد نوفل للسفر بدراجته من مصر لروسيا، وذلك لمؤازرة المنتخب المصري خلال مبارياته في كأس العالم. إن شاء الله هتحرك يوم 9 مارس 2018 من الأهرامات هنا، مروراً بثمان دول خلال 100 يوم، هقطع خلالها حوالي 5000 كيلو، انطلاقاً إن شاء الله من مصر مروراً بدول الأردن، وبعدين يكون في طيارة لليونان لأن سوريا مش قادر أعدي عليها. بعد كده هعدي على دول اوروبا الشرقيه كلهم، هعدي على بلغاريا، رومانيا، اوكرانيا، مولدوفا، وصولا بروسيا ان شاء الله قبل كاس العالم يبدا مباشره ثانيه. انا من دلوقتي في حاله اثاره كبيره جدا، كوني هروح روسيا كاس عالم فيها مصر بعجلتي، فكل الحاجات متجمعه مع بعض. انا بقى لي حوالي 9 شهور شغال على المشروع ده، بيتم من خلال انا بحسب ان انا بمشي كام كيلو في اليوم، بريح كام يوم، لا همشي فيها او مش همشي فيها، فبالتالي يعني بحسب تقريبا عشان اوصل في المسافه الفلانيه اخد فيها كام يوم. لا تقتصر تدريبات نوفل اليوميه على الدراجه فقط، ولكنه ايضا يهيئ نفسه للسفر بتعلم الاسعافات الاوليه وكيفيه مواجهه المخاطر التي قد يصادفها في طريقه، كما تدعمه مؤسسات حكوميه في مبادرته من ضمنها وزاره الشباب والرياضه. وزارة الشباب هي بمثابة شريك معانا في المشروع ده، بتسهل لنا كل الإجراءات، التأشيرات، التصريح الأمنية، كل النوع ده من الإجراءات يعني هي بتكون بتساهم فيه. هم طبعا مرحبين وشايفين ان دي فرصة كويسة لأنه مثال لشباب مصري بتعمل حاجة مختلفة يعني، فهم مرحبين بالموضوع وداعمين لينا يعني. الإقامة بتكون ما بين ان انا يعني في تنسيق بيحصل مع مواطنين محليين عايشين في الدول نفسها فبيستضيفوني. انا طبعا معايا الخيمه بتاعتي والسليبنج باج، ففي الاماكن اللي ما بكونش متاح فيها ان انا انزل عند حد يكون معايا الخيمه، طبعا في بعض الظروف اضطرينا ان انا انزل في فندق او اوتيل، بس انا يعني ما بفضلش ده عشان يكون في احتكاك اكبر مع الناس يعني. جدير بالذكر ان نوفل سافر العام الماضي بدراجته لتشجيع المنتخب المصري خلال مشاركته بكأس الامم الافريقيه ولدعايه لمصر خلال رحلته من مصر للجابون.